انا بفتكر كلهم يعني طبعا ممكن تسند لبعضهم ادوار، يعني مثلا حمدوك عنده بقى عنده بالكذب بالجد بقى عنده يعني وزن اقليمي ودولي. ممكن انا ضد الفكره بتاعت مجلس السياده ده، لانه بفتكره يعني جسم هلامي ما مفيد وكده ولا افاد في الفترات السابقه. يعني احمد المرغني كان رئيس مجلس السياده، لما الحكومه اتقلبت كان هو قاعد في البيتش في البلاج بتاع الاسكندريه، يعني حفيد سيدنا النبي ده كان لابس له شورت وقاعد enjoying himself in the sun يعني في البيتش. فالشخصية زي حمدوك ممكن تجيبها في وضع سيادي، لكن لا ينفع في موضع تنفيذي، لأنه شخص تعود أن يعيش في الخانة الرمادية. يعني بيحكي لي واحد من أصدقائي، قال لي كان معه في المؤتمر اللي عملوه الخواجات بتاع شاتم هاوس ديك، المؤتمر الاقتصادي، نعم وجا زول قال له كلام، فقال له انا موافقك تماما، وجا شخص اخر قال كلام مناقض قال له موافقك تماما، فقال لي انا انزعجت جدا فسالته، قلت له يا اخي انت ليه بتعمل كده؟ قال لي والله يا اخي انا 30 سنه قاعد في الخانه الرماديه دي وما تضررت منها مطلقا وحستمر على هذا المنوال. فشخص زي ده كان طبيعي جدا حيفشل ثوره عظيمه زي دي. Not to forget بانه الانتجريتي ذات المورال انتجريتي، النزاهه الاخلاقيه بتاعت المجموعه هذه الحمدوكيه مضروبه، لانه دي الناس كانوا بياخذوا المواهب بتاعتهم من السوق الاوروبيه. والسينيور اكزيكتيف بتاعهم المسؤول الكبير الاماراتيين اثناء ما هو حاكم نزلوا له في حسابه 7 مليون دولار. فانا شاكي في الوطنيه بتاعتهم، شاكي في النزاهه الاخلاقيه بتاعتهم، شاكي في مقدراتهم المهنيه والعلميه. بفتكر ممكن تنتدب منهم مجموعات يعني ما ساهمت في الاخفاق السابق، ولكن ان يقبل ان يفرض المجتمع المدني هذه المجموعه الهلاميه ويخدها كوصي على الشعب السوداني في المرحله القادمه، هذا ما يجب أن نرفضه. وإذا أصرت عليه المجموعات الإقليمية والدولية لابد أن تكون في ثورة شعبية حقيقية. وأنا بفتكر إنه إحنا ما نعول على الوفاق اللي ممكن يحصل بين المجموعات العسكرية، ونركز على إننا نقوي الجبهة المدنية بتاعتنا، معولين على الشخصيات الوطنية اللي عندها نزاهة أخلاقية.